حقا وختامها مسك. تحية وتقدير للجمهور، تحية وتقدير للعيبة، تحية وتقدير للروح الرياضية اللي كانت موجودة جوه المباراة. تحية كبيرة لجمهور الرجاء، جمهور الرجاء اللي جمع جمهوره فاق سطيف ومسكوا هما الاثنين علم الجزائر وعلم المغرب ووسطهم علم فلسطين، ودي لقطة تحترم جدا جدا جدا. زي ما بننبذ اللقطات السيئة لازم نبرز اللقطات الإيجابية واللقطات اللي كلنا شايفينها إيجابية، إن إحنا كلنا واحد. ممكن نشوف حاجات مش راضيين عنها بس ما نقدرش احنا نغيرها، بس احنا بينا وبين نفسنا احنا متفقين ان في حاجات لا يمكن المساس بيها زي القضيه الفلسطينيه، واعتقد ان الموضوع اتشد عليه بلاستر. ككره كلنا كنا مستنيين مستوى افضل من اللي احنا شفناه من وفاق سطيف، لان وفاق سطيف على الورق كان محتاج ان هو يكسب علشان يتصدر المجموعه، بس جوه الملعب شفنا ان المباراه اقرب لوان سايد جيم من ناحيه الرجاء. الرجاء اللي كان ماسك الملعب اغلب المباراه، الرجاء اللي لو حميد احداد كان نجح في تسجيل ضربه الجزاء اللي جات له في الدقيقه 7 كان ممكن الوضع يبقى صعب جدا على فريق وفاق سطيف. بس التحيه وتقدير لكل الناس اللي كانوا متاكدين ان حميد احداد هيضيع الكوره اللي مردد لهم العارضه. دي بقى الناس اللي كانت متابعه حميد احداد عندنا في الدوري المصري. حميد احداد في الدوري المصري كانت الكوره ما عندها خالص، والكوره معروف ان اول ما تيجي الاحداد والجون فاضي احداد مش هيجيب، انما حميد احداد مع الرجاء كان نسخة مختلفة تماما. انما للاسف حميد حداد بتاع النهاردة ده حسيت ان هو نسخة الزمالك، يعني ده حميد حداد بتاع الزمالك. بس للامانة برضو لازم نرجع لحتة مارك فريموتس ورحيل فريموتس والسيد رشيد التوصي. رشيد التوصي عامل فرقة محترمة، عامل فرقة بقالية شكل هجومي، شكل الدفاع اللي كان موجود مع فليموتس الفرقة بدأت ان هي تخلص منه، ويلا عنه مش عايزين نشوفه تاني الشكل الدفاعي اللي كان موجود لفرقة الرجاء. بس برضو للأمانة الشغل اللي كان بيشتغل عليه فليموتس واستغلال الكرات الثابتة هو اللي تم عليه نهاية المباراة عن طريق المساك مروان هدهودي، سجل من لقطات اللي كان بيعتمد عليها فليموتس اللي هو الكرات الثابتة اللي بيزيد فيها الهدهودي عشان طوله، والراجل فعلا سجل هدف جميل جدا. بس للامانه برضو الرجاء استحق انه يطلع كسبان لان ما شفناش اي بوادر هجوميه لفرقه السيد رضا بندريز بال 5-3-2 اللي كان بيلعب بيها. ما شفناش اي ادوار هجوميه لرضا من عياد ولا اكرم جحنيط، ولا شفنا اي زيادات موجوده من عند احمد كندوشي او عبد القادر كمان، ده عبد القادر. ما شفناش اي زيادات من عبد القادر ولا من احمد كندوشي، ولا شفنا اي ادوار هجوميه لرضا بن عياد او احمد جحنيط. رضا بن عياد اللي كان نجم المباراه اللي فاتت قدام حوريه كوناكري، واللي كان واحد من اهم العناصر اللي ساهمت في الريمونتادا، بس النهارده ما كانش موجود تماما جوه المباراه. الادوار الهجوميه والالتزام بالحاله الدفاعيه بالنسبه لعيبه وفاق سطيف كانوا مخليين الرجاء متملك الملعب تماما، وبصراحه برضه صعب على اي حد ان هو يطلع كسبان في ظل الجمهور اللي كان موجود جوه الملعب ده، لان بعتبر ان جمهور الرجاء افضل جمهور في الوطن العربي. مهما اتكلمنا ومهما اختلفنا كتير، بس جمهور الرجاء بيشكل خطوره كبيره جدا على اي منافس جاي. الدعم اللي بيقدمه لعيبه الرجاء جوه الملعب والهتافات والتشجيع 90 دقيقه بيخلي الموضوع صعب جدا على اي فريق منافس، ما بالك بقى الامكانيات الفرديه المفروض ان هي اعلى بالنسبه لفرقه زي الرجاء. فرقه زي الرجاء عندها احداد وعندها فابريس نجومه، الموضوع بيبقى صعب تماما. بصراحة كانت مباراة كويسة جدا. الشوط التاني اللي انا اتفرجت عليه، لان انا ما حضرتش الشوط الاول للاسف، بس اتفرجت على ملخص بتاع الشوط الاول، لقيت ان برضو اللي انا اتفرجت عليه الشوط التاني هو فرقة بتهاجم وفرقة واقفة بتستقبل لعبة بس. عشان كده فريق الرجاء يستحق ان هو يطلع كسبان النهارده. 3 نقاط غاليين بالنسبة للرجاء، 3 نقاط بيأهلوه كمركز اول، ويا رب بعدنا عن الرجاء والوداد والترجي. مش عارف ازاي، مش عارف والله، يعني المفروض ان الاهلي هيلبس واحد من الثلاثة دول، لان مع الاسف الشديد احنا طالعين من مجموعه سان داونز، فالمفروض ان احنا نلبس يا الراجا يا الوداد يا الترجي. وبصراحه انا مش عايز البس في الثلاثه، فانت قول لي عزيزي تختار اي فريق تلبس فيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فتذكر دائما ان كره القدم وجهات نظر مختلفه، وتذكر دائما ان اللي عمله الجمهور النهارده بيوصل لنا رساله ان احنا كلنا واحد. وفي الاول وفي الاخر كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان وشهر رمضان المبارك والكريم. اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كان يوم متعب، علشان كده بصراحه كان احلى شوط كنت مستني اتفرج عليه وهو الشوط الثاني في ماتش الرجاء وفاق سطيف. بس مع الاسف مستوى فاق سطيف وقدراته فاق سطيف اللي كانت اغلبها دفاعيه بس، حسونا ان الموضوع ممل، وحسونا ان الرجاء استحق المباراه عن جد.